الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فكان سؤال المسابقة حكم تارك الصلاة، ما هو حكم تارك الصلاة؟ الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي فريضة على كل مسلم عاقل، ولا تسقط الصلاة عن أي أحد من المسلمين إلا بعذر شرعي مقبول ذكره الفقهاء. أما جواب حكم تارك الصلاة فللعلماء فيه أقوال، منها ذهب البعض إلى أن تارك الصلاة وكافر كفرا يخرجه من الملة إذا كان تاركا للصلاة عمدا ومعتقدا أن الصلاة يعني لا تنفع ولا تضر، فهذا كفر، ومعتمدين على قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وذهب الطائفة، وهو قول الجمهور بإذن الله، بأن تاركها متساهلا أو تكاسلا وكافر كفر أصغر لا يخرجه من الملة. وأنا أقول لتارك الصلاة: يكفي أن العلماء اختلفوا فيك، هل أنت كافر خارج من الملة أو كافر غير خارج من الملة، هذا يكفي. فنسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يرجع كل من ترك الصلاة إلى الصلاة. هذا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.